السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في قناتكم نقط رحالة. معكم أخوكم سامح الخارجة. هنجرب مع بعض الدود الجديد. الدود ده يا جماعة دود جديد كده، العلبة دي بـ10 جنيه من عند محمد الأسمر، تحياتي محلات الأسمر لأدوات الصيد. ممكن نحط حبيتين كده في الصنار. هو على فكرة مش مقرف، ناخده بس الضربة دي. هو مش مقرف الدودة، من رغم ان هي حية كده بس ناشفة وتحس ان هي جالسة. ممكن ايه نطعمها بالطريقة دي كده، يعني نجيب دودة نشكها كده بالعرض. الدودة التانية ايه ندككها في السنار. اللي اشتغلت انا بالدود ده الصبح، هو كل معايا الصبح، خدت بيه كام سمكة، خدت بيه سمك قليل يعني، بس هو بيشتغل يعني. لو المية احسن من كده اظن ان هو هيعمل معانا شغل. هننزله ايه على عود الغلة. الغلة طبعا مش راضية تاكل خالص، بالرغم ان احنا علفنا بيها، طعم افضل يعني. ممكن برضو ايه ناخد شوية دود كده نرميهم في المية. سخنة اهو، السمكة بدأت تسخن معانا. لو عايز تجرب بدود جرب يا نصر. أحلى تحية لأخويا هاني السعيد. أحلى مسا، أحلى أبو يحيى، أحلى يوم جبنا في كفر الشيخ. ربك كريم يا صاحبي، ان شاء الله زي العسل ورحله سعيده. طب اقول لك حاجه بس بلاش شباب. ماشي. هو هاني السعيد يا جماعه كل شويه ياخد سبرته، ياخد قهوه، مش راضي يعمل لي اي حاجه. يا اخي بلاش عدتك الناشفه دي يا اخي. الدود بينقر اهوت بس ما بيكملش. اظن ان هو عايز سمكه خشنه تبلع على طول، بس هو بيجيب برضو. مستو بقى ان هو عامل زي الجلد كده، عامل زي الكاوتش. السمكة ما بتقدرش تفكه من الصنار، يعني السمكة اللي هي التقيلة هتضطر ان هي تبلعه وتمشي بيها ان شاء الله. طبعا احنا عشان مفيش سمك تقيل لسه دخل علينا بيعذب شوية. بلعت عدود ده يا جماعة وانا مكنتش واخد بالي منها، مش هيجرح حاجة. هي كده كده كفر الشيخ ملهاش كتالوج. السلام عليكم وبركاته. كفافي برضه يا جماعه، لحد دلوقتي انا ما خدتش سمكه كبيره، بس في ناس خدت بس مش كتير يعني،
كام سمكة كده. طبعا الماء بتعوز صبر جامد يا جماعة عشان يبقى عندكم خلفية، يعني بيجي ساعة كده ممكن ايه تاخد لك 3 4 سمكات وترجع تريح، 3 4 سمكات وترجع ايه تريح. والله ناصر انا كانت هتضرب معايا بس اتكعبلت، خدت كام سمكة خشن، كان الدور فيه سمك خشن ياما. دي واكلة عدودة يا جماعة، بلع كده عدود، ودي كمان سمكة. انت اعطيتها قد ايه؟ طب رش بقى، رش كده زولها بس. الورقة حلوة، الطعمية بقى بتعوم. طب انزل كده هنا، انزل هنا كده وريني هتعوم ولا ايه. مية مية بقى. تتسخن اهو السمكة بدأت تسخن معانا. لو عايز تجرب بدود جرب يا نصر.